من فيتو كمان بيتكلموا على ان كريم نيدفيد، طبعا دي من ضمن الخسائر اللي تعرض ليها النادي الاهلي بالامس هي اصابه كريم نيدفيد، وان هو كمان هيكون عنده فحص طبي او خلاص اجري ليه الفحص الطبي خلال المران اليوم او قبل المران بالتحديد عشان يتم الوقوف على مدى خطوره الاصابه بالنسبه لكريم نيدفيد. يا رب باذن الله تكون اصابه خفيفه وما تاخدش وقت كتير، هي الاصابه في الركبه بالنسبه لكريم نيدفيد. يا رب يا رب بعد ما عمل الاشعه خلاص تبان الامور تكون مهمه جدا بالنسبه لكريم نيدفيد، تكون امور سهله وفتره قليله من خلال التعافي من الاصابه اللي لحقت به في مباراه الامس امام مصر مقص. طب حلو قوي، وليد سليمان وشريف اكرامي كمان شاركوا في المران. طب دي اخبار سعيده بالنسبه للنادي الاهلي زي ما بيقولوا لي دلوقتي زمايلنا في الاعداد. يبقى حسام عاشور، وليد سليمان، شريف اكرامي بيشاركوا في تدريبات النادي الاهلي النهارده بشكل كامل وبشكل مميز جدا، بالتالي هم جاهزين. انت بتستعيد وليد سليمان وحسام عاشور في مباراه مهمه زي دي محتاج فيها خبرات، كمان شريف اكرامي كلاعب لو حتى مش هيلعب لان هو طبيعي ان هو مش هيلعب لانه بقاله فتره بعيد والشناوي هو اللي هيلعب، لكن دوره مهم جدا، دوره القيادي بالنسبه لشريف اكرامي في تحفيز اللاعبين و تهيئتهم نفسيا لمباراه صعبه زي دي، اكيد هيكون متواجد في المعسكر اعتقد شريف اكرامي بشكل كبير. فبالتالي كلها اخبار جيده بالنسبه للنادي الاهلي وتدي بعض التفاؤل بالنسبه للجماهير قبل مباراه سان داونز باذن الله.